اهلا بيكم، ركزوا معايا في الحلقه دي عشان حلوه قوي هتعجبكم قوي. هي التدريب العملي على الهارموني، ازاي تعرف تتدرب بقى. فهمت شويه حاجات وخدنا نظري كتير قوي، عايزين نتدرب عملي. اعمل ايه لو انت بتعزف؟ اول حاجه ينفع تعزف اي حاجه، والكورد اللي انت بتعزفه البرنامج هيكتب لك اسمه. يعني مثلا لو دوست على النغمات دي كده، دي هتلاقي البرنامج فوق كتب لك ان انت عملت سي اي جي، والكورد ده اسمه سي ميجر. فلو كتب مسكت مثلا كورد يعني مثلا من 4 نغمات، كتب لك دي واف واي وسي، وده كده اسمه دي ماينر 7. نفس الكلام يعني لو انت مسكت كورد معقد شويه، يعني مثلا لو عملنا كده ده صوت الكورد، اسمه مثلا سي ميجر 13. فيبقى عندك كوردات كويسة جدا. لو انت مثلا سامع صوت كورد معين لكن ما تعرفش اسم الكورد ده ايه، هيجيب لك تكوين الكورد وهيجيب لك كمان اسم الكورد. ودي ميزة كويسة جدا بقى لو تقدر تلعب اي بروجريشن او اي حاجة، هيجيب لك كل البروجريشن اللي انت عامله. فبيكتب لك طبعا اسماء الكوردات اللي انت بتلعبها. ده اول جزء من الحلقه بتاعتي. تاني جزء وده الاهم، انت دلوقتي عندك كوردات اهي، تمام؟ مثلا اخترت اي سلم او اي حاجه عجبك، مثلا الكورد ده تحطه هنا، تحطه هنا، تحط ده هنا، تحط ده هنا. مثلا دي الكوردات اللي انت عجبتك عايز تلعب عليها. فمثلا طبعا لو انت ما بتعرفش تلعب بيانو او حاجه، ممكن الكوردات دي كده تقدر تعمل كده، تلعب بالماوس او تشد الكورد بتحطه في المكان اللي انت عايز تعزف بيه، اللي هو مثلا اي حاجه بتشتغل بستوديو 1، بتشتغل بكيو بيز او اي حاجه. الاهم بقى ان احنا عايزين نيجي هنا كده ندوس على الحته الصغيره دي كده. الحته الصغيره دي بتعمل ايه؟ شفتوا اول ما دوست الجزء ده اتظلل، يعني الجزء ده كده بدوسه زرار واحده هيطلع لك الكورد ده، بدوسه زرار واحده هيطلع لك الكورد اللي بعده، بدوسه زرار واحد اللي بعده هيطلع لك اللي بعده. فانت كده مش محتاج تحفظ الكوردات، انت بس يعني عملت لهم اكتيفيشن هنا. فكده الزرار الاولاني هيطلع لك كورد السي ميجر، الزرار الثاني هيطلع لك كورد الدي ماينر. ففي الميدي كيبورد بتاعك بقى يا دوب بتدوس على الزرار بيطلع لك صوت الكورد على طول زي كده. انا كده بدوس على زرار واحد مش بدوس على الكورد كله. طب وبقيه الحاجات اللي مش متظلله بيسيب لك السولو عادي اهو. يبقى انت تلعب كده، تقدر تلعب سولو مع كوردات زي ما انت عايز. انا في الايد الشمال كده بدوس على زرار واحد بس بيطلع لي الكورد المطلوب. فدي حاجه مهمه جدا لو انت يعني بيوفر عليك كمان التكنيك. طيب لو انت مثلا مش عايز تلعبها بالشكل ده كده، ده هيوفر لي ان انت لو عايز تلعب باترن زي كده. عشان تلعب حاجات زي كده طبعا لازم تكون ايدك كويس على البيانو وانت محترف وبتاع، الا هتلاقي صوابعك يعني بتتخشب كده مش عارف تعزف. فهنا البرنامج بيوفر لك الموضوع ده، ان انت يا دوب بس تلعب تدوس على زرار واحد وهو يحط لك الكورد باي ريتم انت عايزه، عايز ريتم بقى شرقي، ريتم غربي، اي حاجه. انا يا دوب بس بدوس على الزراير مش بلعب الكورد كله بس. دي حلقه انا شايف ان هي مهمه وهتبقى يعني فعاله وهتساعدكم جامد جدا في التدريب العملي. يبقى نخلي عندنا البرنامج نحاول نتدرب بقى على قد ما نقدر عشان نطلع منه نتيجه كويسه. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.